بعض الناس يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يعني بالحجاب الملابس التي نلبسها، وإنما هو حجاب النفس عن الشر ويكون بالتقوى، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن هذا الذي ذكرته سائلة من أن الحجاب الذي أمر الله به المرأة يراد به حجاب النفس عن الشر وليس المراد به حجاب اللباس، هذا من تحريف الكلم عن مواضعه، وهذا خطأ واضح وضلال، لأنه قول على الله سبحانه وتعالى بلا علم، بل الحجاب الذي أمر الله تعالى به هو حجاب اللباس، لأن تستر المرأة جسمها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. ليس المراد به ما ذكرته السائلة من أنه حجاب النفس عن الشر، هذا وإن كان مطلوبا ومأمورا به، إلا أنه ليس هو المقصود في آيات الحجاب وأحاديث الحجاب، وإن كان يدخل فيها ضمنا، فإن حجاب المرأة بجسمها بالثياب والستر هو حجاب أيضا عن الشر، فهو حجاب عن الشر، ولكنه يكون بما أمر الله تعالى به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.